حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. عظم الله اجرك. ماجورين ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. من وين جنابك؟ من بغداد. طريقك من بغداد؟ نعم. خط الزوار خط جيد مؤمن سلس؟ طبعا هو الخط مؤمن وسلس، وهذا مو اول مره يعني. نعم. لان صارت زيارات سابقه، وهذا الخط يقوم عليه خدمة أهل البيت عليهم السلام من كل الأطياف. طبعاً أنا ما أحدد طيف محد، فالخدمة موجودة والأمان موجود والطريق سلس والحمد لله والشكر يعني. الزيارة إن شاء الله. طيب اليوم إحنا بهذه الزيارة، بزيارة استشهاد الإمام محمد جواد عليه السلام، نقدر نأخذ عبر نستفاد لو فقط تأدية الزيارة؟ لا لا، هو الغرض من الزيارة هو أخذ سلوكيات وعبر ودروس. يعني هي مو الغاية أنه أنا أصل إلى المقام الشريف وأدي الزيارة فقط، وإنما كل خطوة أديها لازم بها سلوك حسن. هذا السلوك أحافظ على السلوكيات اللي ربينا عليها وأخذناها من فكر أهل البيت عليهم السلام والأئمة الأطهار جميعا إن شاء الله. ماكو خاسر بحب أهل البيت؟ لا أكيد الكل رابح. كل رابح. حتى اللي ما يقصد الإمام هو رابح، يعني لأنه يمكن يقصده في قلبه. صح. في مشاعره يعني، في توجهه، فهو رابح في كل الأحوال. طيب شو نصيحتك للشباب؟ طبعا الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام وسلوكياتهم، وهذا فشيء عظيم إن شاء الله. صح. دعواتك اليوم بهذا اليوم شو المنت لي؟ هي الدعوة، دعوة كل العراقيين، الأمن والأمان لهذا البلد. آمين. المعطاء إن شاء الله. آمين. وإن شاء الله يصير يعني هذا البلد في كله في رخاء إن شاء الله وسلام إن شاء الله. آمين يا رب. طريق السلامة إن شاء الله. الله يتقبل الزيارة.